اعتقال 9 من نشطاء المناخ بعد وفاة مريض في سيارة الإسعاف. تحقيقات جنائية بعد كشف نقص مالي بمبلغ 200,000 يورو في سانت بولتون. الرئيس النمساوي يؤكد على مراقبة الإجراءات الحكومية الجديدة لمكافحة التضخم. خبراء الاقتصاد: إجراءات الحكومة لا تكفي لاحتواء التضخم. المستشار النمساوي: من يريد التسوق عليه أن يعمل. سفير نظام الملالي في النمسا ينفي تسليم نظامه طائرات مسيرة لروسيا. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أدت احتجاجات نشطاء المناخ في فيينا أمس الأربعاء لعرقلة سيارة إسعاف تقل مريضا في حالة حرجة والذي توفي في وقت لاحق. وتم القبض على 9 من النشطاء بتهمة تعريض السلامة الجسدية للخطر. وقد أكد النشطاء أنهم سيتعاونون مع المراكز المعنية لتنسيق الإنقاذ قبل الاحتجاجات المقبلة، وأقروا بوقوع أخطاء في التواصل مع منظمات الطوارئ. وأشارت وزيرة الشباب كلاوديا بلاكوم إلى أهمية وضع حد لتلك الأعمال التي لا يمكن تبريرها بعد حادثة فقدان الحياة. كشف جرد مالي في بلدية مديدة سانت بولتون عاصمة النمسا السفلى عن نقص مالي يصل ل200,000 يورو. وأحال رئيس البلدية ماتياس شتادلر من حزب SPÖ القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مباشرة، والتي بدورها أكدت بدء التحقيقات مع احتمال وقوع جريمة خيانة أو تلاعب مالي. وقد تم اكتشاف عدم انتظام في عمليات سحب الأموال خلال الفحوصات الداخلية للحسابات المالية بالبلدية. ورغم إجراء تحقيقات داخلية لم يتم الكشف عن أسباب النقص. أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فاندابيلن عن متابعة الإجراءات الحكومية الجديدة لمكافحة التضخم وتخفيف تأثيراته على الاقتصاد والمواطنين. وأكد أنه سيتولى مراقبة تنفيذها بعناية. جاء ذلك أثناء زيارته لمركز استشارات الديون في فيينا للاطلاع على تحديات المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار المستمر. وأعلن الرئيس دعمه للإجراءات الجديدة الحكومية وتأكيده على أن التضخم يؤثر سلبا على النمسا، ويجب العمل معا للحفاظ على استقرار الأسعار، وأن على كل مواطن أن يشعر بذلك في جيبه الخاص. أعرب خبراء الاقتصاد في النمسا عن قبول متفاوت للإجراءات المقترحة من الحكومة من أجل احتواء التضخم. واعتبر رئيس معهد فيفو في البامير أن الإجراءات المقترحة من الحكومة غير كافية في ظل التضخم المزدوج، وأن زيادة الضرائب على الأرباح الزائدة لن تؤثر. بدوره طالب رئيس المجلس المالي كريستوف بادلت بتعويض تكاليف المعيشة ودعم الأشخاص الذين لا يستطيعون تحملها، مشددا على زيادة الضغط على تجارة المواد الغذائية وتحسين شفافية الأسعار. أكد المستشار كارل نيهاما على ضرورة عودة العاطلين للعمل حتى يستطيعوا الذهاب للتسوق. وأشار إلى جهود الحكومة الحالية في مكافحة الفقر وتعزيز القوة الشرائية واستقرار سوق العمل، وذكر أن هناك 200,000 وظيفة شاغرة والهدف هو دمج العاطلين في سوق العمل. وأكد أن فرض ضريبة القيمة المضافة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، مشددا على التزام الحكومة بتقليل التضخم ومنع زيادة الأسعار. Hat ja mehrere Maßnahmen gesetzt, aber in Spanien war es zum Beispiel so, dass die Kaufkraft gesunken ist, deutlich gesunken ist
und in Österreich dafür deutlich gestiegen ist, sogar im Vergleich eben zur Bundesrepublik Deutschland. Mir war nur wichtig, die unterschiedlichen Strategien, die sozusagen auch verschieden auf europäischer Ebene gefunden worden sind, jetzt hier darzulegen. Wir haben uns dazu entschlossen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, das Wirtschaftswachstum nicht abzubremsen und eben die Kaufkraft zu stärken. Und das sind أنكر سفير نظام الملالي الإيراني في النمسا عباس باقربور أردكاني التقارير التي تشير إلى تسليم بلاده طائرات مسيرة لروسيا. وأكد أردكاني أن النظام الإيراني يعارض تسليم الأسلحة لروسيا وأوكرانيا، وألقى باللوم على الغرب لعدم تعامله مع الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، منتقدا سياسة التوسع الشرقي لحلف الناتو كتهديد، ومشيرا إلى أن هذا الأمر دفع نظامه لعدم التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي تدين روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم، وكما عهدناكم دائما نحن نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد، كل ما هو مفيد، كل ما هو مهم. كنت معكم أنا ممدوح ماكين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.